أخوينا على وصلوا لي وصلنا وتصدي وصلنا صافي اللي ملي خليك معايا أخوينا عاود لك القصة ديالك باش تفهمني ونفهمك ونتفاهم أنا فهمتي هاديك لهادي لهادي فهمتي خلينا نعاود لك السوم من هي القصة ديالك ديال أخويا معلمية معلمية أشهر فهمتي شهر فهمتيني أحزق تجي شوية فقط أخويا حليت التليفون مالي كيوي السبعة تمنية العشية قريت واحد الخبر زاد عليا المشاريع تيقولو أخوك معندوش مع اللغة العربية ولكن حاولت كي فهمت حنا دابا في الحاجة الصحيحة كيما تعرف العالم ولكن شفت داكشي اللي صادق عليه اللي جات لي قلت لك ها قريت هاد الخبر نهار 28/2020 دابا شي سيمانة هكا 20 بالضبط سرقت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها المناقض يوم الاثنين 23/3 الجاري على مجموعة من الإجراءات من أجل دعم العاملين في قطاع الغير المهكرة غير المنخرطين في صندوق الدواء الاجتماعي وذلك بعد فقدانهم لدخلهم اليومي بسبب حالة طوارئ الصحية وقررت لجنة اليقظة صرف مجموعة من المساعدات لهذه الفئة من الصندوق الخاص بمواجهة وتدبير فيروس كورونا عبر مرحلتين المرحلة الأولى تخص الأسر المتوفرة على بطاقة رامي وتوفر عليها ثم مرحلتين ثانيتين تخص الأسر التي لا تتوفر على بطاقة رامي بعدها ما كنبغي عليك عيط بنتي فاقوم قلت لها جي قراي لي الخبر حتى هي اكدت حيت انا عارفه اللي جاني عقلي بحال جنت وهم لان اول مره تنحس بحال شي مواطن في السويد ولا شي اول مره تنحس يعني كاين شي حاجه شي واحد they care فهمتيني تنحس اول مره they really care يعني تيهتموا بينا تيحسوا بينا واه دوله دوله المغربيه ديال هادشي حتى كنسحابين تنحس ولكن افيقوني خليني معليش كبكا سمكة المهم شويه مالك كندبوري العشره ديال الصباح الغد لي قرينا الخبر مع 8 العشيه وفرحنا مالك العشره ديال الصباح النبوري تضاعف من شهر شهر تيبان لي الجسم بدا الغوات فهمتي تيبان لي الغوات وداك الشيء والبكا وهادي وكاين مسلسل سامحيني وكنازا نايضه لتحت عندنا في حمود طلعت من الشهر شهر باش هذيك ويبان لي واحد خونا تعود يقول لنا في الحر قدم فهمتي الخدمه ديال مقدم اللي نديرها قال لي بلي قطع على خدمه معكم على خدمه معكم فهمتي هاولي انا هو الفهم وليت انا مخازني في البلاد كاينش قال لي بلي هاولي انا يعني تدي الخدمه بتنتعاون مع الدوله فهمتي لان قلت مع راسي الا دخل لهاد الشعيبه دخل الكوري ديالو راه شوف الدوله غادي تساعد خصنا نضبطو بالاجراءات ديال الدوله الدوله وعدتنا انها تساعدنا الحمد لله انا اللي مصوت والدي المهم شويه اخويا صيفط لهم صيفط لهم داك الرقم ديال 12 صيفط لهم هو اللي طاطا صيفط لهم بطاقه الرقم الرقم كل شيء وهذاك عمرت هذيك الفورميلير ما عليهش نتصل بالرقم بلا هي نتوما تشوفوا معايا دابا 12 ياك 12 اتصالات المغرب ترحبكم تتعثروا الان لاتصال بمخاطبكم المرجو إعادة النداء لاحقاً. اتصالات المغرب ترحب بكم. يتعذر الآن الاتصال بمخاطبكم. ولكن ما كاين والو. الرقم الذي تطلبونه غير متوفر حالياً. الرقم الذي تطلبونه غير موجود حالياً. القضية الزروات أو تعيني لك الناس تضعهم. عندي كلمة فعلاً. نزلوا كل ثاني. إذا كنت أخويا ضرب علي بهذا شدي. غادي نديروا الهاشتاج ديال نوصلنا. والو فهمتيني باش نوصلوا الرساله ديالنا للناس واليوم بان احنا بغينا حقنا من ديك المساعدات بغينا حقنا من داك صندوق كورونا بغينا من ناكلوا ونجلسوا في ديورنا فهمتي ناض المنظرك بقى في دارك ودير الهاشتاج ما وصلنا والو تحياتي انا حماقو على الناس لا تشوف فيا المخزن باشاركي